صباح الخير يا فندم. صباح النور يا ندى، تعالي اتفضلي استريح. خير ان شاء الله. طبعا انت عارفه ان انا بعزك وبعتبرك زي بنتي. ايوه طبعا يا فندم عارفه. وعارفه كمان ان انا رشحتك لمنصب نائب مدير الفرع رغم معارضه مجلس الاداره. انا كده بقى ابتديت تقلق. لما يجي منك شكوى لمجلس الاداره بعد اقل من شهر من منصبك الجديد، دي حاجه مش كويسه في حقك يا ندى. شكوى مني انا؟ بخصوص ايه دي يا فندم؟ عميل اسمه احمد وهدان مقدم شكوى بيقول فيها انك بتتعمدي تعطيل طلب القرض بتاعه بدون اسباب مقنعه رغم انه مقدم كل الضمانات المطلوبه. انا كده فهمت. طالما فهمتي فهميني، خاصه ان انا طلبت من مجلس الاداره ان انا احقق في الشكوى دي بنفسي. طيب يا فندم، هو فعلا الاستاذ احمد مقدم عندنا في الفرع قرض بضمان ارض عنده في الساحل الشمالي. الشؤون القانونية لما عملت شغلها لقت ان الارض دي عليها نزاع ما بينه وما بين الورثة اللي هم اخواته يعني، والحقيقة ان المحكمة لسه ما خدتش قرار نهائي ولا حكم نهائي، وانا ممكن ابعت لحضرتك التقارير اللي بعتتها لي الشؤون القانونية علشان برضو تتأكد من صحة كلامي. تمام، ابعت التقارير وانا اقدمها لمجلس الادارة. بس في الحقيقة في حاجة كمان. في ايه؟ الراجل بيشتكي يعني انك عملتيه بطريقة عدوانية. ما هو حضرتك يعني لما العميل يديني رقم تليفونه الشخصي ويلمح ان هو عايز يتعاون معايا في مقابل ان انا مشيله الارض، كان ممكن اعمل معاه ايه يا فندم؟ بس يعني كان ممكن يعني ترفضي بطريقه اهدى من كده بدل ما تطرديه من المكتب. مفهوم يا فندم، بس حضرتك انا فاهم انت عايزه تقولي ايه. يا ندى انت هتقابلي حاجات كتيره زي دي، لازم تسيطري على اعصابك عشان مفيش حد يمسك عليكي حاجه. فهماني؟ حاضر يا فندم، تحت امرك. أوعدك إني أكون قد المسؤولية. تفضلي. بعد إذنك. تفضلي. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.